للي يعاني من الكوليسترول ولك شهور يمكن سنين تاخذ ادويه وجربت اكثر من حميه وكل ما تفحص والدهون الثلاثيه مرتفعه والكوليسترول مرتفع، عندي لك الحل. هل منتج اذا استمريت فيه شهرين الى ثلاث شهور ورحت عند الدكتور اللي تابع معه بعد المده هذه وانت ملتزم في البرنامج وما كانت رده فعل انه قال لك يا فلان كيف نزلت كوليسترول؟ كيف نزلت الدهون الثلاثيه؟ ارجوك عطني السر. طبعا اذا ما حصلت رده فعل هذه من الدكتور التابع معه وانت التزمت شهرين الى ثلاث شهور في البرنامج فانا ما اعرف عن شو اتكلم. حتى الشركه عندها جارنتي انها ترد لك الفلوس اللي دفعتها اذا ما حصلت هالنتيجه، واذا الشركه ما ردت لك انا مستعد اردك اياها مو مشكله لان انا واثق من الكلام اللي اقوله. انزل البعض ممكن يتسائل كيف ممكن هذا المنتج يحقق لي اني انزل مستويات الكوليسترول؟ بتنزلها بهذه المكونات الاربعه الفعاله الموجوده في المنتج. عندك طبعا الالياف القابله للذوبان، عندك الفايتوستيرول، عندك البوليكاسينول، وعندك الكريسانثمم، وبشرح لك كل واحد شو دوره. فطبعا الالياف القابله للذوبان تمنع اعاده امتصاص الكوليسترول اللي انتجته وفرزته المراره والكبد، اما الفايتوستيرول فيمنع امتصاص الكوليسترول من الوجبه اللي اكلتها، اما البوليكاسينول فيمنع انتاج كميات اضافيه من الكوليسترول عن طريق الكبد، اما اخر مكون فعال اللي هو كريسانثمم فيحول الكوليسترول اللي عندك حاليا من الكوليسترول للهيدروكسي كوليسترول ويتم التخلص منه من الجسم. اربع مكونات تاخذها مع وجبات الغداء والعشاء وتستمر عليها شهرين الى ثلاث شهور وافحص وان شاء الله تعجبك النتيجه.